الرقراقي يوجه قذائفه صوب الاتحاد المغربي والرابطة. وضع وليد الرقراقي مدرب الوداد نفسه في واجهة الأحداث بعد تصريحاته التلفزيونية القوية والمثيرة والتي استهدفت جهات حددها بالاسم، منها اتحاد الكرة والرابطة الاحترافية. وأبدأ الرقراقي في تصريحات عبر قناة الرياضية غضبه من العديد من الأمور التي قد تجلب له متاعب جمة بعدما كرر مؤخرا هذه التصريحات. اتحاد الكرة تعجب وليد الرقراقي من حالة أرضية ملعب محمد الخامس الذي احتضن الديربي المغربي أمس والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وقال إنه لم يتم رش العشب بالمياه قبل هدف المباراة وكان جافا وخشنا ولم يساعد لاعبيه، متسائلا عن الجهة التي وقفت خلف القرار الذي أضر بمصالح الوداد. وتابع وليد الرقراقي: استغرابي كبير لحالة عشب ملعب محمد الخامس، لا يعقل أن يكون المغرب وجهة الأفارقة لاحتضان مباريات تصفيات المونديال ويكون ملعب محمد الخامس بهذا السوء. وأكمل: هل اتحاد الكرة هو من سعى لعدم رشه بالمياه لكي يكون لائقا لخوض المباريات تصفيات المونديال، أم الشركة المكلفة بالصيانة؟ مهما كان الطرف المسؤول منهما فقد لحق بنا الضرر والملعب كان سيئا جدا وجافا. لجنة المسابقات، وأصل الرقراقي تصويب قذائفه وانتقد لجنة المسابقات التي قررت إيقاف الدوري لأسبوع وبعد استئنافه ثم إيقافه مجددا لإفساح المجال أمام المنتخب المحلي ليستعد لكأس العرب بقطر.